موجز لأهم الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس النواب عقيل صالح على ضرورة وضع الحلول العاجلة لمشكلة الكهرباء وعودة الاستقرار للشبكة الكهربائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. جاء ذلك خلال لقائه برئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربة، حيث بحث مع رئيس ديوان المحاسبة المشاكل التي تعانيها الشبكة العمل الكهرباء خلال هذه الفترة، مما أدى إلى ازدياد معاناة المواطن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأثارها على الحياة اليومية. وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس عبد الله بلاحك، فقد أصدر رئيس مجلس النواب تعليماته لرئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في أي تقصير أو إهمال في تنفيذ المشاريع الخاصة بتوفير الكهرباء للمواطنين، بالإضافة إلى أي تجاوزات في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة وباء كورونا والمبلغ المخصص للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا. أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية ترحيبها بالسماح بفتح الحقول والموانئ النفطية المغلقة منذ يناير الماضي، مؤكدة استمرار روما في تقديم الدعم لليبيا وفقا لمؤتمر برلين. وقالت الخارجية الإيطالية في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إيطاليا ترحب بالإعلان عن إعادة فتح موانئ النفط في ليبيا، ونعتقد أنه خيار ضروري ومنطقي ومعقول. وأضافت الخارجية الإيطالية أن بلادها ستواصل مساعدتها في نتائج مؤتمر برلين. يذكر أن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة قد أعلن عن إعادة فتح المواني تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن بشتى نواحي الحياة والحفاظ على البنية التحتية والحفاظ على المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها. رحب وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج بالجهود المصرية بشأن المساهمة في إعادة الإعمار والإصلاح لما دمره الإرهاب في أغلب المدن الليبية. وأكد الحويج في تصريحات إعلامية بأن ليبيا ستشهد أعمالا تنموية كبرى بالمليارات حين تنتهي الحرب، على أن تكون لمصر الأولوية في إعادة الإعمار سواء من حيث الشركات أو الأيادي العاملة. وأضاف وزير الخارجية أن المشكلة الأساسية في ليبيا يمكن حلها في القضاء على الميليشيات وفوضى السلاح وخروج المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة، مشيرا إلى أن السلاح لابد أن يكون في يد الدولة. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة المصرية لحماية أمن مصر القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية ورئيس الهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن السيسي وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر الجيش المصري لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح. ثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العجوري ما ورد في تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء زيارته إلى طرابلس يوم الأحد الماضي. وأكد العجوري على التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين والعودة إلى الحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة في ليبيا، مشددا على ضرورة العمل على خروج كافة المرتزقة السوريين والإرهابيين الذين تم جلبهم من قبل تركيا لقتال الجيش الوطني في ليبيا واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية. كما أوضح رئيس لجنة الخارجية على أن أولوية مجلس النواب هي استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا. مزيدا من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .net. نهاية الموجز، إلى اللقاء.